الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه، أرسل للناس هادياً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. أما بعد، عباد الله، الوصية تقوى الله جل وعز، فهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي خير زاد يتزود بها العبد للقاء سيده ومولاه يوم الوقوف بين يديه. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أيها المباركون، من أعظم القصص وأحلاها وأبهاها ما جاء في كتاب الله جل وعز. نحن نقص عليك أحسن القصص. أيها المباركون، حينما نتدبر آي القرآن ونطالع في المصحف الشريف، نجد أن المولى جل وعز بث قصصا عظيمة وكثيرة، لكن هل سألنا أنفسنا يوما لماذا أورد الله هذه القصص بهذه الكثرة؟ ثمة غاية عظيمة ونبيلة وأهداف كثيرة من جراء إيراد المولى جل وعز لهذه القصص في القرآن. قال الله: وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل، لما؟ ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين، وموعظة وذكرى للمؤمنين، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، لأخذ العظة والعبرة، للتفكر في مآل الأقوام السابقين، ماذا صنعوا وكيف آلوا إليه. ليقول لك مولاك جل وعز: لا نعبد إلا إياه، إن ثمت شيء نافع فخذ وتمسك به، وأن رأيت أنهم سلكوا مسلكا خطيرا فتجنبه واحذر، لأن مآلهم كان شنيعا. من هذه القصص أيها المباركون ما شرحه الله عز وجل كثيرا في آي القرآن من قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع قومه، جاءت في صور كثيرة. لأن بني إسرائيل كما جاء في الحديث أنهم أشبه الأمم بأمتنا من حيث الأحكام الشرعية، فأراد الله جل وعز أن يطالع الأمة على سيرة أولئك، ماذا صنعوا مع أنبيائهم ورسلهم، ماذا صنعوا مع الكتاب الذي أنزل عليهم، كيف كانت نهايتهم. أراد الله في هذا التفصيل الكثير أن تنتبه الأمة إلى هذا المغزى وهذا المعنى العظيم. جزء من أجزاء قصة موسى مع قومه، حينما نجى الله موسى ومن معه من بطش فرعون وأغرق فرعون، خرج موسى مهاجرا بصحبة بني إسرائيل،
فلما مضوا طريقا تركه وأراد أن يعجل هو للقاء ربه سبحانه لا نعبد إلا إياه. كان في شوق عظيم لمناجاة خالقه، وكذا الأنفس المؤمنة تشتاق لمناجاة العظيم سبحانه لا نعبد إلا إياه. واستخلف عليهم هارون عليه السلام أخوه، قال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي، وأعطاه وصية عظيمة، قال وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. القضية ما هو قضية صلاح فقط، أراد موسى من هارون أن يباشر الإصلاح، وهذه غاية عظيمة، كيف تكون مصلحا في قومك؟ ليس فقط تكون صالحا في نفسك، بل أمره بالإصلاح. قال وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ثم خرج موسى عليه الصلاة والسلام للقاء ربه، فلما وصل وكلمه الله، الله يكلم عبدا من عبيده، ما أعظم هذا الموقف وما أحلى. يا موسى ما أعجلك، ما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. أي شيء فيه رضوان الله فعاجل إليه، سابق إليه، لا تتردد. أحبتي، الله جل وعز حينما أتى ذكر الآخرة في القرآن في غير ما موضع أوصى أهل الإيمان بالمسابقة والمسارعة إليها، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، سارعوا إلى مغفرة من ربكم. ولما جاء بذكر الدنيا قال فامشوا في مناكبها. نحن قلبنا هذا الأمر، فأصبح أحدنا يسارع إلى الدنيا ويسارع للضرب فيها وللحصول على غنائمها، ونمشي إلى الآخرة مشيا يسيرا. لذا علينا أن نراجع أنفسنا في علاقتنا بخالقنا وبالآخرة التي سندلف إليها، لأن الدنيا ليست بدار مقر، إنما دار المقر هناك. ما حصيلة عملك الدنيوي مقابل عملك الأخروي؟ إن رأيت ثمة زيادة في عملك الأخروي فاعلم أنك على خير، وإن رأيت من نفسك بأن مصارعتك للدنيا أكثر من مصارعتك للآخرة فاحذر، فاحذر، فأنت على خطر عظيم. قال وعجلت إليك ربي لترضى. قال له الله فإنا فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. حصلت فتنة عظيمة لبني إسرائيل، ما هي؟ عبدوا عجلا من دون الله. تتعجب حقيقة، وأتعجب أنا كلما قرأت هذه الآية. للتو نجاهم الله عز وجل وهم يعلمون بأن من نجاهم الله،
للتو خرجوا من بطش فرعون وسيطرته، ومع ذلك ما إن انكفوا على ذواتهم وشعروا بالراحة والبعد عن الخطر أشركوا مع الله غيره. السامري رجل ضال مضل من بني إسرائيل، وهذه فيها لفتة عظيمة أيها المباركون. أحياناً ننظر إلى مجتمعنا أنه بمجمله وأغلبه مجتمع صالح، وهو كذلك إن شاء الله، لكن لا نقيم وزناً لأولئك القلة الذين ربما يحرفوا المجتمع عن أصله العظيم الذي هم عليه. هذا رجل واحد، رجل واحد استطاع أن يحرف أمة عن عبادة الله. بعض الناس قد يكون قلة على غير منهج صحيح، لكنهم يملكون آلة عرض جيدة، فيستطيعون أن يحرفوا المجتمع عما كان عليه من هدى وخير وصلاح. فلنحذرهم، نحذرهم، ولا نقول هؤلاء قلة لن يقدموا شيئا ولن يفعلوا في بيئة المجتمع الصالح شيئا. أتى السامري إلى حلي من حلي أقباط مصر كان قد حملها بنو إسرائيل معه، وقد حرم الله عز وجل الغنائم على الأمم وما أحلها إلا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فأرشدهم هارون أن يتخلصوا من هذه الغنائم لأنها محرمة عليه، فرموه، قذفوه، أنهوه. فجاء هذا الأشر إليها وزينها حتى جعلها في صورة عجل، وكان قد حمل بقبضة يده أثراً من أثر جبريل عليه الصلاة والسلام حينما نزل ليغرق فرعون. أخذها ووضعها واحتفظ بها، ثم رماها في العجل، ففتنهم الله عز وجل بأن أخرج من هذا العجل خواراً صوتاً كصوت البقر أجلكم الله. قال هذا إلهكم وإله موسى فنسي. يقول ترى الذي نجاكم هذا الذي يصيح، أعوذ بالله. فعجبوا من حسن صنيعه في العجل، ومن حسن كلامه وبيانه وإغراءه لهم، فعبدوا العجل من دون الله، أصبحوا يعبدون هذا العجل، نسأل الله العافية والسلامة. أيها المباركون، الله جل وعز لا يزيغ قلب إنسان إلا بعد زيغه هو، فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم، لما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم، لذلك أشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. كيف؟ أصبحوا يحبون هذا العجل، أشربوا في قلوبهم حب العجل، نسأل الله عليه والسلامة. لذلك أعظم العقوبات أن يزين للإنسان معصية من المعاصي فيشرب حبها في قلبه، يصبح لا يرى إلا هذه المعصية. هذه أعظم عقوبة قد تحل بالإنسان، أن تزين له معصية من المعاصي. لذلك زين لبني إسرائيل حب هذا العجل وحب عبادته من دون الله. حينما علم الله زيغه
عاد موسى عليه الصلاة والسلام غضبان أسفا. هكذا المحتسبون إذا رأوا انتشار منكر من المنكرات يغضبون. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يغضب عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسلم من حديث عائشة إلا حينما تنتهك محارم الله. عاد موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال يا قوم ألم يعدكم الله وعدا حسنا؟ الله وعدهم أنه سينزل عليهم التوراة وسيدخلهم الجنة إنهم بقوا على الإيمان. ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم؟ كذا الأمة إذا انحرفت عن مسارها استحقت غضب الله عليها. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. هارون عليه الصلاة والسلام بذل جهده في النصيحة، بذل جهده في الإرشاد، لكنهم لم يستجيبوا له لأنه مصلح واحد. إذا رأينا في الأمة مصلحون كثر فلنستبشر ولنفرح حتى لو لم نكن نحن مصلحون، لأنهم جزء من أجزاء رد العقوبة عنا. وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. متى ما انتشر الإصلاح بإذن الله عز وجل رد عنا عذاب الله عز وجل وغضبه. قالت أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ الصالحون ها، ولم تقل المصلحون رضي الله عنها؟ قال نعم إذا كثر الخبث. وجود الصالحون وحده لا يكفي لدفع عذاب الله عنا. إذا ما كان ثمة إصلاح للأمة وانتشالها مما أريد بها فحينئذ ربما نستحق عذاب الله. والله ليس بيننا وبين الله حسب ولا نسب، والله ليس بيننا وبين الله حسب ولا نسب. انظروا إلى الأمم كيف عالت حينما خالفت نهج الله ونهج رسله، وانظروا أيها المباركون إلى دولتنا بحمد الله، وانظروا إلى الدول من حولنا كيف تتخطف. وهذه الدولة ما بقيت إلا بفضل من الله وحده. والله لا حول ولا طول للبشر إلا مشيئة الخالق لها للأمن والاستقرار، بركة من الله لها. وما ذاك إلا وجود شيء من أسباب التوحيد الباقية في هذه البلاد، فلنحافظ عليها. لا يزين لنا ثلة قليلة أمور دنيا تافهة ثم نستوجب غضب الله عز وجل علينا. جاء موسى ولام قومه ولام أخوه ولام أخاه عليهما الصلاة والسلام، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء. وحينما خاطب موسى عليه الصلاة والسلام السامري قال مبررا: بل سولت لي نفسي. وهذه التبريرات في العادة ما تكون إلا بعد اتضاح الخلل، لكن هارون كان يبصر الخلل من قبل وقوعه، وهكذا المصلحون.
الناس ما يعون الخلل إلا بعد وقوعه، يقولون يا ليتنا فعلنا، يا ليتنا قدمنا. قال بل سولت لي نفسي. قال فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. عاقبه الله جل وعز بأنه لا يستطيع أن يمس أحدا هو، ولا يستطيع أحد أن يمسه، وهذا عقاب من الله عز وجل له جراء فعلته هذه. هذه الآيات الطيبات المباركات وهذه هذا الجزء من قصة موسى مع قومه وردت في سورتين، في طه والأعراف، ووردت أيضا منثورة في ذم أصحابها في آيات في القرآن. لكن إيرادها بهذا التسلسل وبهذه الكثرة لله فيه مغزى، فتدبر آي القرآن تفلح. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما جاء فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على عظيم نواله، أشهد أن لا إله إلا الله تعظيماً لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأعوانه. ثم أما بعد، اعلموا عباد الله أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. صلوا على الهادي البشير والسراج المنير، من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه فقال عز من قائل سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة صلى الله عليه بعشرة. اللهم صلِّ وارضى وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد، وأوصل له صلاتنا وسلامنا في هذا اليوم المبارك، وارض اللهم عن خلفاء الراشدين والصحابة المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم احمي حوزة الدين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، رد كيده في نحره، اجعل تدبيره تدميره يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في أرض الشام، اللهم انصر إخواننا في أرض الشام، اللهم اجمع كلمتهم على الحق ووحد صفهم وسدد رميهم. اللهم انتقم ممن عاداك وعاداهم يا إله الأولين والآخرين. اللهم عليك بهم إنهم لا يعجزونك، احصيهم عددا، اقتلهم بددا، لا تغادر اللهم منهم أحدا، وأرنا فيهم يوما أسودا كيوم بدر. اللهم كل إخواننا أهل السنة في العراق وأهل السنة في اليمن، اللهم كل إخواننا المرابطين في بيت المقدس، اللهم كل إخواننا في أرض البورما وفي كل مكان يذكر فيه لا إله إلا الله. اللهم انصر جنودنا المرابطين على الحدود، اللهم كن في عونهم، اللهم قوي عزائمهم وشد أسرهم، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم تقبل شهداهم وداوي جرحاهم وعافي مبتلاهم يا رب العالمين. اللهم إنه عظم البلاء وكبر الخاطب، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، عليك توكلنا وإليك التجأنا وبك خاصمنا. اللهم رحماك بأمة حبيبك عليه الصلاة والسلام، اللهم رحماك بأمة حبيبك عليه الصلاة والسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان، زينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا إليك يا إله الأولين والآخرين. اللهم وفق لي أمرنا لما تحب وترضى، خذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة، اللهم حل بينه وبين بطانة السوء، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.